السلام عليكم واهلا بكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامله مهنيين وبخير وعلى خير. وقبل ما نبداو نشوفوا الفيديو المتنوع تاع اليوم، نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اول حاجه بديتها معكم يا البنات هي بغرير خفيف ظريف يندار في وقفه. درت 3 كيسان تاع دقيق متوسط، درت معاهم نص كاس تاع فرينه غربلتهم، ودرت معاهم مغرفه تاع خميره ومغرفه تاع سكر وخلطتهم، وبديت ندير في الماء الكاس الاول، الكاس الثاني، الكاس الثالث. درت يعني خلطت هكا بالمغرف باش نشوف ابوبخي شحال دقيقه راح يشرب لي الماء. ومن بعد زدت حبيبه تاع ولاد الدجاج فوالا، وضربت كلش بلو بغا ميكسور، يعني نخبط مليح مليح بالبغا ميكسور حتى نشوف الخليط ديالي ولا رطيطب ويعني دار لي الرغاوي. هنا شفت بلي الخليط ديالي مازال محتاج شويه، زدت له نص كاس تاع الماء فوالا. هنا ما نحبسش تضرب حتى نشوف الخليط ديالي دار الرغوه. ومن بعد كاخر مرحله نزيد ندير زوج باكيات تاع خميره تاع كيميائيه، على بالي بلي راح تقولوا بزاف، لكن هذا بغرير تاع فيتفي يعني تاع بالخف. سينو درت معاكم شحال من وصفه اللي ما نحتاجوش فيها اصلا الخميره تاع الحلويات، لكن كي يكونوا مزروبين ساعه على ساعه نستعملوا هذه الطريقه ونتحصلوا على بغرير من اروع ما يكون. يعني طيبته كيما كنت تشوفوني طاجيني والو، درت في المقله جا مشهد خفيف كيما يحب خاطري وخاطركم. بزاف فيكم كي يعني وريت لكم يعني شاركت معكم نظامي الجديد في البيت ديالي، قلت لكم بلي وليت نص صباح نوض ندير فطور صباح يعني يشبع، باش من بعد تيك العشيه نزيد نطيب وجبه واحده. ولقيت راحتي في هذا النظام لاني وليت يعني نطيب زوج مرات فقط. بزاف فيكم قالوا لي هذا قولي برك ها هو فطور تركي وخلاص. انا يا البنات ما درتني فطور تركي ني فطور ياباني ني فطور فرنسي، انا ندير حاجه تشبع، نغلي ولاد الدجاج طون زون طون، خبز كوشه يكون المعجون الزبده، انا المهم كي ما ينوضوش بكري ينوضوا يلقاو حاجه ياكلوها ونقطه الى السطر. هذه هي يعني الحكمه. ولقيت راحتي بلا هذاك الطياب بزاف سخانه. ابخي كي نطيب الفطور دي فوا يوجد ثلاثه زوج ونص ربعه، ابخي العشيه في الليل نزيدو ان فخوي نكونو شبعانين نرقدو خفاف. شوفوا البغرير ديالي كيفاش جا، شهيدكم ان شاء الله في الجنه. طيب ثلاثه كيما العاده، الحليب كان كاين، الخبز، الزبده، المهم فطور صباح متنوع نوعا ما، وكل نهار وبركته وكل نهار ويعني واش ندير فيه. شوفوا البغرير كيفاش يجي ملحم، يجي مشهد، شهيدكم ان شاء الله في الجنه فوالا. هاوليك. ودركا راح نشارك معكم تحضيراتي البسيطه للعيد الكبير ان شاء الله ولا كنا من الحيين. اول حاجه هي هذا المنشار الكتريك لا مارك كراون، يعني جربته معكم على كل حال وفرحت به هايل. العيد على كل تحيه وما كي نقطعوها بلا هذاك الخبير تاع الشاقور، وعلى بالكم الشاقور كي نعودون يعني كي يقطعوا اللحم العظم يتفتت، وهذه الحاجه اللي ماشي مليحه. وعندنا منشار يدوي يعيي بزاف سكي في هذا الكتريك هايل. ودركاتيك هنايا تانيك جبت هاد لي ساك دو كونجيلاسيون، هادو ما زي بلوك، هادو ما الغليق ديالهم هايل اليمونتير. جبت الحجم المتوسط والحجم الصغير، مازال ان شاء الله الحجم الكبير باش ان شاء الله الاضحيه ديالنا اللحم تاع الشربه نديروه وحده، شويه تاع ليكوت وحدها، يعني ننظموا الاضحيه ديالنا كيما لازم الحال فوالا. هادو هما الحاجات يعني الاساسيه اللي نوجدهم. اليانات البنات راكم تشوفوا هادوك ثلاثه اليانات، بيسك اليانات ديالي تاني كراحوا فيها، واللي عندها سي با لابان بيان سور. جافيل البنات، نشاشف ان بون نشاشف عندي، يعني نفكر فيكم برك. هذا المنظف تاع الارضيات الريحه ديالو رائعه، سورتو هذا تاع الصنوبر. نحب نهار العيد يكون عندي هاد الامور بزياده. نحب الدنيا تولي تريح مليح معقمه مطهره، وان شاء الله راح نهضروا في هاد يعني في هذا الموضوع بروشينمون. كيف كيف راكم تشوفوا هادو هما اليانات راني شاركتها معاكم، هذا اليان هذا اللي جاي كلي صفايه، والاخرين ثلاثه اليانات. وهاد المروحه هاديه ولا درنا شوع الجمر فوالا، هادي شريتها خلصتها 10000. دوكا نروحوا يعني المنشار الكتريك هذايا، هنا وليدي راهو اللي كيفتح، هنا راني نوري لكم كيفاش يجي، واللي راهي انتريسي باش يعني تكسب واحد كيما هذا راني نخلي لكم ارقام الهواتف ونلقيكم لاباج تاع السيد اللي بيحهم في صندوق الوصف فوالا. كاين توصيل لجميع الولايات هاوليك. هنا لي لام اللي يجوا فيه تاع المنشار
هاهم ليك، شوفوا المنشار كيفاش جاي، لا مارك راون هاد الماركه يعني غنيه عن التعريف. شوفوا كيفاش يلصق المنشار، هاهو ليك. ندخلو هنايا وباك نفيسيو هذاك الفيس الكحل، وهكذا راه واجد. ومن بعد نبرونشيوها برك، وهاهو كيفاش يمشي هذا المنشار. قلت لكم الشاقوره يعني كي نكونوا نقطعوا بها نون سولمون، انا شاك فوا يعني الزوج ديالي كل عيد يروح طابوري كل عيد طابوري يتكسر، لانه يحط هذيك الحطبه فوق الطابوري باش ما يطابصش، ومام العظم يعني يتفتت ما كاش قد المنشار. كنا نقطعوا يعني الاضحيه بالمنشار، لكن المنشار اليدوي، والمنشار اليدوي عيي سكيفي هكذا. بيان سور هذا الاستعمال ماشي للدراري، يعني استعمال للرجال فوالا، وماشي للمراه اللي تكون قليله الصحه. هنا البنات راح انني نوري لكم في لو صالون ديالي كيفاش الحيط راهو ليك فارغ. بزاف فيكم قالوا لي علاش غطيتي هذيك لافوس بيا، قلت لكم غطيتها باسكو عندي ان كادر، يعني ريبونديت في التعليقات وانفا الحق لو كادر ديالي اللي واش نقول لكم من اروع ما يكون، يعني فرحت به بالبزاف وجا فريمون بزاف بزاف شباب. يعني لو كادر ديالي كان بيرسوناليزي على حساب لا كولور تاع لا كولور تاع الفوتوي، ويعني كان فريمون الاختيار كان صعيب، لانه حبيت واحد في البلو وحبيت واحد ثاني على لا كولور تاع الفوتوي. دوك نوريكم هنايا لي كادغ هادو يجوا بالشيما وفيها ايات قرانيه، يعني يعطيها الصحه اللي خدمتهم لي حاجه يونيك يعني دايرتها هي. شوفوا لو كادغ هنايا كانوا يستفوا فيه قبل ما يعلقوه لي، والحاجه المليحه هاد لي كادغ يتعلقوا غير بالمسمار، يعني انا با بوزوان ندير لي شوفي ونديرو يعني نديرو بلا لا شينيول. انا هاد لو جون هاهوليك هنا كان يلصق في لو شيما، يعني شاف الحيط بالنيفو ومن بعد بلا يلصق لو كادغ ديالي. شوفوا هنايا هاهوليك، قولوا لي واش رايكم. وهنايا شوفوا في البلو، البلو لا شفتو على اللون تاع الفوتوي اللي كان عندي زمان. أنا من بعد كنفهمكم وين راح نزيد نديرو باش نقدر نبدل بيناتهم. فوالا هاهو ليك لو كادغ، ريكاردي فغيمون مانيفيك، وانتوما تعطوني رايكم. وهنايا فيلميت لكم كيفاش جا، ابخي ان شاء الله كي نزيد نكمل لمسات بسيطة في الصالون ديالي وتشوفوا كيفاش خرج مع مون صالون. فوالا هاهو ليك فريمون تري جولي. نقول هذيك لا دوموازيل ميرسي بوكو، يعطيك الصحه. دوك نروحوا للفطور ديالنا اللي بيان سور طاب طاب العشيه. قلت لكم الفطور انا كي وليت ندير يعني فطور الصباح بيان ياكلوا يشبعوا، ابخي الفطور وقت ما طيبته هذاك هو. المهم هنا في طنجره البنات هنا راح ندير معكم جواز، نديرو بحبيبات تاع مرقاز. هنا في طنجره درت واش نقول لكم ميم با نص مغرفه تاع زيت فقط، هذا ما كان المرقاز ديالي انايا هنا غوايال، يعني ما فيهش بزاف ليدام. بديت نقلي فيه غير شويه، غير قسمه طلق لي شويه ليدام ديالو، يعني ما طيبتوش 100%، غير قسمه طلق لي هذيك البنه رفدتو. وكنت منقيه البطاطا ومقطعتها مربعات شويه في الكبير، ماشي اون كارتي وميم طون، ماشي مربعات صغار، مربعات متوسطين. درت الثوم كاول حاجه، الثوم هنايا وبيان سور ما نغفلوش على الثوم. درت واحد الخمس هكاك سنات تاع الثوم، درت لهم قطرات من الماء باش الثوم ديالي ما يتحرقش، لانه الثوم يعطينا البنه. بصح قلت لكم ولا فتنا رحنا حرقناه سي بون يطلق لنا المراره. درت ميم با مغرفة تاع طوم، عطيتش مصبرة، يعني أسرع وجبة صيفية تقدروا توجدوها والبنة ديالها من أروع ما يكون. هنا قليت كيما راكو تشوفوا مليح الطوماطيش ديالي، ومن بعد حطيت البطاطا. شوفوا كيفاش قطعت البطاطا وبديت نقلي فيها بطبع والشان مليح مليح. هنا كيما راكو تشوفوا درت الملح، يعني كمية صغيرة لأنه المرقاس كومان فيه الملح، ودرت الفلفل العكري، يعني ما كترتش التوابل. نقدروا نديروا تانيك شويه تاع فلفل الكحل، لكن كوم انا المرقاز ديالي كان مدوزن مليح، يعني ما حبيتش نخلط في التوابل. هنايا كيما كنتو تشوفوا مرقت قسمه طيب البطاطا ديالي، وهي غير بدات ترفد الغليه كوم المرقاس. قلت لكم كاش نقولوا حنا قلبتو برك، يعني ما طيبتوش. شوفوا هنا قبل ما تبدا طيب انا عاودت رجعت هذاك المرقاس وغطيت عليه وخليت البطاطا ديالي تتجمر. جا واحد الجواز واش نقول لكم من يديكم،
جا بزاف بزاف بنين، يوجد في كي نقول لكم يوجد في ربع ساعة، ربع ساعة با بلوس يكون واجد. شوفوا الطبق ديالي، شهيتكم إن شاء الله في الجنة من أروع الوصفات السهلة اللي ممكن تحضروها. بيان سور كي يكون المرقاز فريشك ويعني تعرفوا من عند من تشروه ويكون حاجة مليحة، سينو المرقاز يعني الواحد يرد البال. ونقول خواتاتي يعني بالنسبة اللي يعجبهم هاد الوصفات راكو تلقاوهم كاملة في قناتي الثانية، تلقاو اون فيديو اللي المدة ديالها قصيرة يعني على دي باس با 3-4 مينوت. هادي يا حبيبة قلبي بالنسبة لفيديو تاع اليوم اللي إن شاء الله نالت الإعجاب ديالكم. ودركا ما قاعد لي غير نقول لكم حبيبة قلبي تهلاو لي في روحكم ودمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.